هنتكلم النهارده على ماتشات دوري ابطال اوروبا وكانت ماتشات فيها ماتشات ممتعه وفي ماتشات يعني بتعدي يعني، بس في كل الاحوال الكره في اوروبا حاجه غير طبعا، مش محتاج اقول لك الكليشيهات ديت، بس يعني الكره كانت ممتعه. وفي الجوله الثالثه في دوري ابطال اوروبا هبدا بما انتهينا يعني باريس سان جيرمان وميلان، كانت مباراه عظيمه جدا وكبيره لحد ما الجزء اللي انا اتفرجت عليه أوه. عجبني قوي الجول بتاع مبابي اللي في الاول ده، طبعا فوتورك مرعب يعني حاجه مش طبيعيه. المباراه دي شفتها ازاي والنتيجه كبيره يعني؟ بص، هي نتيجة كبيرة على فريق من المفترض ان هو فريق من الفرق الكبيرة في اوروبا طبعا، بس احنا خلينا انا هخبي خالص ان انا ميلانيست عشان ما اطلعش على المصر. لا لا خلاص اكيد انا مش عارف يعني انا عملت من بنها وانا مش عارف ان ابراهيم بيشجع يوفي ومصدق يعني فاهم السف اللي هيشتغل دلوقتي. انا بيشجع اليوفي وبيشمت شمتان في ميلان وانتر، يا لهوي مرعب يعني. ما انا عارف بس انا ما شمتش النهارده. انت ما شمتش الحمد لله. ليه ميلان يخسر بالنتيجة الكبيرة دي النهارده؟ بص، ليها عدد من الاسباب خلينا نقولهم مع بعض في عجاله. طيب رقم واحد، بيولي بدا الماتش ازاي؟ بيولي بدا الماتش بكرونيتش في وسط الملعب ودي كانت اول غلطه، بس دي خليها على جنب لان دي هجيلها في الاخر. ماشي، كرونيتش في وسط الملعب، بطء في التحضير، بطء في القرار، بطء في افتكاك الكوره، بطء تقريبا في كل حاجه. صح، بس بيولي عمل حركه ذكيه في بدايه المباراه. باريس سان جيرمان لو اديت له المساحه هيخطف من وراك كتير. صح، وبالتالي باريس سان جيرمان الفتره الاولانيه كلها، خلي بالك من حاجه مهمه جدا، باريس سان جيرمان قبل المباراه كان اكثر الفرق دوري ابطال اوروبا في اول جولتين. هيل. حلو الكلام. كان وصل ل 70%، ده الافريج طبعا بمتوسط الجولتين يعني، كان وصل ل 70% استحواذ، فهو بالتالي خطر في الاستحواذ على الكوره وفي خلق المساحات. صح، بيولي بدا الماتش في ان هو بيضغط عالي على باريس سان جيرمان وبالتالي قدر ياخد منه الاستحواذ ويدور الكوره كويس، ودي كانت خطوه مهمه جدا، خاصه انك لما بتخسر الكوره ما بتخسرهاش في لعب مباشر. صح، بتخسرها باو، بتخسرها بفاول، بتخسرها باي تعطيل. ميلان ومين الاول 25 دقيقه كان متماسك جدا وكان شكله حلو جدا. صح، كان ممتاز. وبالمناسبه مش اول 25 دقيقه بس، لحد الدقيقه 33 لما جه الجون بتاع كيليان امبابي، واللي اساسا جاي من خطا في الاساس، مهاره فرديه عظيمه، مهاره فرديه عظيمه، مستغلا خطا في كايو توموري في التقهقر لورا من غير ما يخش يكبس عليه عشان خاطر يضيق المساحه، لا هو سايب له المساحه وعمال يرجع بداره، وكليان امبابي ما بيسميش في الحاجات دي طبعا. طيب دي بدايه المباراه. طيب ايه اللي حصل ما بين بيولي، هو ماتش شطرنج في الاول وفي الاخر، ايه اللي حصل ما بين مدرب مش عايز اقول يعني اللفظ قاسي شويه، لفظ جبان، بس هو مش شجاع كرويا. حلو الكلام. وواضح في افكاره اللي هو جبان يعني، يعني يعني بس انا مش عايز جبان، مش عايز اكون جبان، فانا اقول لك ان هو مش شجاع كرويا. فاهم قصدي؟ انا مش بلغه الكوره. طبعا بلغه الكوره كده، احب انا احد يشتم كده يقول لك بس بلغه الكوره يعني، بلغه الكوره وحشه. ايه اللي قال انت الادب بلغه الكوره ده؟ نسيت بلغه الكوره، عيل رخم بس بلغه الكوره. بلغه الكوره، بلغه الكوره. طيب هو بيولي افكاره واضحه زياده عن اللزوم وما عندوش مرونه خططيه، في مقابل واحد من رواد مدرسه انت بص العصفوره، بمعنى انت هتبص هنا عشان انا هلعب هنا، او انا هجمع لك اللعب في الحته دي وهلعب انا على الناحيه الثانيه. ممتاز. معانا شويه سلايدات، يلا نعرض يا جماعه في عجاله كده. الاول، ايه ابرز جبهه في باريس سان جيرمان؟ الجبهه الشمال اللي هي جبهه كيليان امبابي. فمن المتوقع ان انت في كل الاوقات هتلعب على جبهه كيليان امبابي. ونفس الوضع في الميلان، الجبهة الأبرز هي جبهة ثيو هرنانديز وجبهة رافائيل لياو اللي هي برضو الجبهة الشمال، فمن المتوقع أن أنت هتلعب دايما على الجبهة الشمال. صحيح. خلينا نشوف أماكن الهجوم في الفريقين. يلا شباب نعرض، لو الحاجة جاهزة معانا نعرضها على طول على عشان خالد يشرح فيها. خلي بالك من حاجة، فرق الأرقام هيوضح الحاجة اللي أنا قلتها دي. أماكن الهجوم، فرق الأرقام هيوضح الفارق اللي أنا كنت بتكلم عليه في الوضوح في الافكار وما بين بص العصفوره. ماشي. خلينا نبص على الناحيه الشمال، باريس سان جيرمان الليفت سايد بتاعه اللي هو كيليان امبابي 31% في مقابل الرايت سايد بتاعه 43% اللي هي جابت عثمان ديمبلي او راندل كولوموني لما بيتبادلوا الادوار مع بعض. وبالتالي اللي يبص على الموضوع ده هيحس انه الجبهه الشمال هي اليمين هي الاخطر. صح. لكن لما نبص للماتش هنلاقي انه الهدفين اللي جم الاولانيين، لان انا ما لحقتش اشوف الجون الثالث بالمناسبه، الجونين الاولانيين اللي جم من الناحيه اليمين بخطا، بسوء تمركز، بباس، بس هما جم من الناحيه اليمين الشمال، انا اسف، اللي هي ناحيه كيليان امبابي. طب بص الناحيه الثانيه، الناحيه اليمين، هتلاقي انه الرايت سايد 30% والليفت سايد 43%،
وهو المتوقع ان انت بتكثف هجومك عبر الجبهه اللي انت مميز فيها اللي هي جابت ثيو هرنانديز وجابت رافائيل لياو، فهو متوقع. لويس انريكي ما واجهش اي معاناه في ان هو يقفل الجبهه دي، لانه الناحيه الثانيه ستيفانو بيولي ما عملش اي فكره، ما عملش روتيشن للعب وجمع اللعب في حته ولعب الناحيه الثانيه. طب نروح للي بعدها. لا بس انا اوضح اللي انت قلته بالصوره ديت، ان هو هنا الميلان او باريس سان جيرمان عفوا جمع اللعب في ناحيه اليمين، فاللعب كان كتير قوي ناحيه اليمين، بس الخطوره الحقيقيه اللي هي نسبتها اقل ناحيه الشمال. ما دي هتبان في اللي بعدها. فاللي انت بتقوله دوت، بص العصفوره بالظبط، بص العصفوره. طب نروح للي بعدها. اللي بعدها هي اماكن التمرير للفرقتين. دوتس كتير جدا، انا مش عايزك تبص على كل الدوتس دي، انا عايزك تبص على منطقتين الجزاء. الاحمر هو باريس سان جيرمان والازرق هو الميلان. حلو الكلام. الناحيه الشمال للميلان، الشمال للميلان اللي هي اللي على ايدنا الشمال. حلو الكلام. ده منطقه هجوم الميلان، دفاع باريس سان جيرمان. بص على الدوتس الزرقاء جوه منطقه الجزاء، محاطه بكام دوت حمراء؟ كتير. ليه؟ خلاص هو فهم ان الحته دي هي مصدر الخطوره عند الميلان، فقفلناها، فما لقيناش اي معاناه في ان احنا نطلع من الماتش مرتاحين جدا في ال 3-0. طيب لما نروح للناحيه الثانيه، وطبعا حتى الناحيه اليمين للميلان، الشمال بالنسبه لباريس سان جيرمان جوه منطقه الجزاء في الناحيه الهجوميه، برضو الدوتس الزرقاء محاطه بعدد كبير جدا من الدوتس الحمراء. طب لما نروح الناحيه الثانيه، نروح الناحيه الثانيه، شايف في الناحيه الشمال اللي هي اللي فوق في يمين الشاشه، شايف الاربع نقط الحمراء دول؟ دول اماكن تمركز لاعبي باريس سان جيرمان داخل منطقه جزاء الميلان، غير محاطين برقابه، مفيش حد عامل عليهم بلوك، وبالتالي على الرغم من كده الناحيه الثانيه بقى شايف كل النقط الحمراء محاطه بنقط زرقاء. بص العصفور، انا بجمع اللعب هنا وبعدين ببعت الكوره اللي هناك للاماكن الخاليه من الرقابه اللي هم الاربع نقط الحمراء اللي فوق. وهنا في مشكله كبيره جدا عند ستيفانو بيولي، انه ازاي كلنا عارفين انه ده مصدر خطوره باريس سان جيرمان الوحيد، ونسيبه غير مراقب على الاطلاق بالشكل ده، ونسيب له المساحه دي كلها. طيب نروح للسلايد اللي بعدها. تمام. نروح للسلايد اللي بعدها عشان نترجم بقى كل اللي احنا كنا بنقوله ده. اماكن التسديد او اماكن الخطوره على المرمى، هتلاقي انه اماكن الخطوره على المرمى متساويه ما بين الجبهه اليمين والجبهه الشمال، لانه في المواقف في الاخر بتحكم. انت بتجمع اللعب ناحيه اليمين، طب ما انت ممكن تلاقي السكه سالكه فبتخش. فهتلاقي انه الناحيه اليمين والناحيه الشمال عند باريس سان جيرمان 23% و23% دي اماكن التسديد. طب الناحيه الثانيه 9% فقط من التسديدات من الناحيه اليمين، و36% من الناحيه الشمال اللي هي ناحيه رافائيل لياو، اللي بالمناسبه كلهم كانوا اوت اوف تارجت. صح. هنا بقى عندي نقطتين مهمين جدا اختم بيهم عشان انا طولت شويه، انا اسف. يلا احمد وابراهيم حبايبنا يعني. انتوا تمام. وبعدين هم مستمتعين وانا مستمتع واكيد الساده المشاهدين مستمتعين. اتمنى اتعشم. طيب في سلايد لرادي كرونيتش، مقارنه مباشره ما بين رادي كرونيتش وما بين ياسين عدلي النجم، اللي اتمنى بالمناسبه ان هو يلعب لمنتخب الجزائر، ان هو يكون اضافه كبيره جدا للكره العربيه واثراء حتى للكره الافريقيه في منافسات كاس الامم الافريقيه والكلام ده كله. رادي كرونيتش وياسين عدلي مجموعه كبيره جدا من الارقام مش هنتطرق ليها كلها، احنا هنختار الاهم فيهم. حلو. باريس سان جيرمان لما بدا بضغط ميلان، لما بدا على باريس سان جيرمان بضغط عالي، بدا يفقد باريس سان جيرمان جزء كبير جدا من خطورته، فبدا تتحول الموضوع لايه؟ طيب خلاص انا هسيب لك الكوره على باريس سان جيرمان، انا هسيب لك الكوره والعب عليك تحولات هجوميه. ممتاز. تمام. في الفتره اللي هي ال 25 دقيقه اللي في نص الشوط، ميلان تقهقر جدا وكان بيواجه معاناه في الخروج بالكوره. الحل الامثل للخروج بالكوره ايه؟ اللونج بول. صح. ان انت تبقى عندك اللعيب القادر على الاستحواذ على الكوره ونقلها. حلو. رادي كرونيتش هل قدر يعمل الدور ده بشكل مناسب؟ سيبك من كل الحاجات دي، هتلاقي في نص الجدول كده في اللونج بولز 2-1. ده معناها انه رادي كرونيتش في 77 دقيقة لعب كورتين طوليتين، منهم واحدة صحيحة. طيب في الجراوند ديولز اللي هي الافتكاك، بس الناحية التانية ما انا هنروح للناحية التانية. 13 دقيقة الجراوند ديولز او الكرات المكتسبة اللي انا خطفتها، دخلت في 7 كرات في افتكاك مباشر، كسبت منهم 3 فقط. طب لما نروح للناحيه الثانيه هنلاقي انه ياسين عدلي فقط في 13 دقيقه لعب 4 كرات طوليه، منهم 4 صحيح، والجراوند ديولز دخل بافتكاك مباشر في كورتين، كسب الاثنين. ده معناه ان احنا دفاعيا اقوى،
ان احنا تكتيكيا افضل، ان احنا عندنا القدره على الخروج بالكوره بشكل افضل كتير من راندي كرونيتش، وده كان الخطا اللي وقع فيه ستيفانو بيولي. انه في عز ما ياسين عدلي في التوب فورم بتاعه او في التوب برفورمنس بتاعه اعده لصالح راندي كرونيتش اللي راجع من اصابه طويله جدا، فالدنيا ما كانتش ماشيه كويس. طيب. ياسين عدلي بالمناسبه عشان اختم الجزئيه دي خالص، عشان عطفا على طب هو بدا لي ما بداش بيه ليه، ما ممكن يكون وحش في الماتشات اللي فاتت. ياسين عدلي في مباراه يوفنتوس الاخيره على الرغم من خساره الميلان، ولكن في مباراه يوفنتوس الاخيره في شوط واحد قدر يلعب اربع كرات طوليه منهم ثلاثه بشكل صح. مباراه جنوى اللي قبلها للميلان كسبها 1-0 وهو مطرود منه او منقوص عدديا، قدر يلعب تسع منهم سبعه بشكل صحيح. كده معناه انه عنده ميزه خطيره في نقل الكره الامام. ممتاز. انا تمام. الراجل ده جامد. انا عندي تعليق بس على الاستاذ بتاع كرونش تحديدا. ما انا هاجي لك عليها، ده انا جاي لك دلوقتي. تمام. بس انا عايز اقول حاجه، ان هو قال ليه باستفاضه الكلام ده كله، عشان هو شايل يعني شايل معبي جامد. يا خبر ابيض ده انا تعالى نوع على شايل الثلاثه على دماغه. انا ما اظنش الباقي الحلقه هيقول بنفس الكلام. خلاص كده انا هو خلص الشحنه وخلاص طلع الطاقه. طيب.